السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. خلونا نشوف إذا نعمل هنا كوبي، ننزل للأسفل شوي. هذا I think بالمين موجود صح؟ طيب إذا this one خلنا نعمل هنا فراغ. أوكي، هذا راح يعمل لنا space طبعا. أوكي، إذا أجينا على خارج المين وجينا عرفنا function، طبعا ممكن أنا أيضا أعرف function بطريقة أخرى، يعني مثلا fun function نسميه addition أو add number ويكون بيحتوي على argument، لأن إحنا الآن كل functions اللي استخدمناها لا يحتوي على أي argument، لا يوجد بين القوسين شيء. إذا حبينا نضع أول شيء لازم نعرف، يعني مثلا نقول نعرف شلون، مثلا ال A وال type إلها int، مثلا فارزة B وال type إلها int، تمام بهذا الشكل. طيب ممكن هنا نقول انه هذا الفانكشن بيحتوي على اثنين argument اللي هو الـ A والـ B، ونوعهم integer. جميل، الفانكشن نفسه مفروض يرجع لي integer، كيف اعرفها؟ نقطتين int مثل ما احنا عرفناها في السابق. يعني لاحظوا لما عرفنا الفانكشن نوعها integer بيرجع لي قيمة integer، نفس الشيء الـ add number بيرجع لي قيمة integer، تمام. طيب هنا ممكن انه اجي اقول على سبيل المثال A plus B، تمام A plus B، طبعا هنا return، تمام A plus B. خلينا نشوف هذا الفانكشن لو عملنا له استدعاء اوكي ال A وال B لازم نضيفه، مثلا 1 فارزة 2. اوكي لاحظ كيف هو بيساعدك، بيقولك انه هذا A هذا B. نعمل هنا الران، مفروض يعطينا نتيجة 3. اوكي لو جينا قلنا له مثلا val، لان هو بيرجع لك القيمة ولا يطبعها، result يساوي اوكي بهذا الشكل. بعدين نجي نعمل print للنتيجة، لان هو بيرجع لك القيمة لكن لا يطبعها. لاحظ ظهر عندي رقم 3. طيب ممكن اعمل شيء، يعني انا ممكن اعرفها بهالطريقة، وممكن في طريقة اخرى نعرف فيها الارجمنت. يعني انا ممكن احذف هذه الاقواس، تمام، واحذف الريتيرن وهذا القوس المجموعة أيضا، واكتب يساوي. ممكن أيضا نعرفها بطريقة، طبعا هذا لأنه function جديد num بهذا الشكل، تمام. لاحظ ممكن أيضا أقول الفانكشن اللي هو add number num، ال A هو integer، ال B هو integer، واللي function نفسه هو يرجع لي integer يساوي A زائد B، لي حق أنه أعرف الفانكشن بهذه الطريقة، تمام. وممكن أيضا أعرفها بطريقة أيضا بعد أبسط، يعني لاحظ كيف بيبسط لك إياها. خلي يكون هذا مثلا U capital، لاحظ حساس جدا الكوتلين في الكيمل كيس، أو حساس جدا كوتلين في كتابة الأسماء. يعني لما كتبت هنا لاحظ هذا add number، هذا أيضا add number، لكن كون أنه أنا حولت الـ U إلى capital كيف أعرف أنه هذول مختلفين؟ يعني انتبه هذول اثنين مختلفين عن بعض، حتى وان كانت تمتلك نفس الحروف، الكابيتال والسمول بيأثر جدا. هنا أنا عندي A، هنا أنا عندي B، ممكن ايضا احذف هذا الانتجر واعمله بهذا الشكل. ليش؟ هنا الكوتلين حيعرف انه انت لما تجمع رقم انتجر والرقم الثاني انتجر اكيد نتيجتهم بيرجع لك انتجر. يعني لاحظ كيف كانت بعدين هالشكل أصبحت، بعدين هالشكل أصبحت، كيف تسهل عندك كتابة الفانكشن. الفانكشن أصبح عندك سهل كثير. كل هذه ممكن أني أعملها print، يعني إذا جيت هنا أنا أعمل هذا كله copy. أوكي كم واحد أحتاج؟ 1 2 3 صح؟ زين إذا جيت على أول واحد اللي هو add number، 2 أنا كنت أحتاج طبعا مش 3، يعني هذا ما محتاجه، وإنما هذا result 1 مثلا بهذا الشكل، وهذا result 1، وعندك
هذا الفانكشن ايضا اللي هو حيكون بهذا الشكل، وهذا result 2 result 2 تمام. فراح يطلع لي ثلاث مرات ثلاثة. طبعا هنا واحد زائد اثنين، هنا ممكن يكون اثنين زائد اثنين، هنا ممكن يكون ثلاثة زائد اثنين. لو نجي نعمل هنا الرن حنشوف النتائج. لاحظ عندك ثلاثة، عندك أربعة، عندك خمسة. طبعا ممكن تشيل أيضا البرنت لاينز بيناتهم لأنه أنت أصلا عامل برنت لاين داخلي. أوكي لاحظ كيف إحنا بنعمل assign وبعدين بتطلع النمبرز، فيطلع ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة. أوكي فهذا عندك الفانكشنز اللي بتاخذ طريقة تعريف الفانكشنز اللي بتاخذ argument في داخلها. لاحظ كيف سهلة في الكوتلين. نوقف هنا نكمل.